متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى البودكاست اليومي من موقع لبنان الكبير. كتب ياسين شبلي في مقالته بعنوان 14 شباط جريمة جارية بحق لبنان، البداية رفيق الحريري الرمز شهيدا. يقول: أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى 18 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005، والوطن في أسوأ حال، حيث لا يزال يعاني من تداعيات هذه الجريمة التي باتت جريمة جارية بحق لبنان، الوطن والشعب والمؤسسات حتى اليوم، والتي أعادته منذ ذلك اليوم إلى مربع الأزمات والحروب التي كان قد غادرها مدة 15 عاماً، أي منذ العام 1990، تاريخ إنهاء تمرد الجنرال عون على الشرعية المنبثقة من اتفاق الطائف الذي أوقف الحرب الأهلية التي دامت أيضا 15 عاما وكانت قد بدأت في ظروف إقليمية ودولية معقدة. وكتب رامي الريس في مقالته بعنوان الزلازل والسياسات الرعناء، يقول: أمام هول المأساة الإنسانية تسقط كل الاعتبارات السياسية وغير السياسية، ويستعاد الحس الإنساني الذي فقد في جوانب كثيرة من الحياة البشرية التي صارت أسيرة الآلة الصناعية والحربية وضحية النزاعات والحروب والمسارات التي لا تكترث سوى للربح التجاري والمقاربات المركنتيلية. هول الفاجعة التي خلفها الزلزال المدمر الذي طاول جنوب تركيا وشمال سوريا يذكر الإنسان بضعفه أمام أهوال الطبيعة وغضبها الذي لا يمكن التنبؤ بمآلاته وأحجامها ومواقيتها. أما فاطمة حوحو فكتبت في مقالتها بعنوان التطبيع مع الأسد، سلطة تبحث عن شهادة حسن سلوك، تقول: انتهزت سلطة مافيات الفساد والتبعية في لبنان الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا لتفتح شهيتها على إعادة العلاقة مع نظام بشار الأسد ومخابراته وتقديم خدماتها له في فك الحصار الذي كان مفروضاً عليه دولياً وعربياً بسبب الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري. وتناست أن الشعب اللبناني طرد محتله في العام 2005 وسعى بثروته إلى التخلص من الوصاية السورية والتحرر من النظام المخابراتي الذي تعامل مع لبنان كأنه محافظة. لمتابعة مقالتنا كاملة وكل مقالات كتابنا تابعونا على الموقع الإلكتروني grandlb.com وعلى كل منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.